السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا اتأخرت يمكن في الفيديوهات شوية، بس يمكن إن شاء الله الفترة الجاية نكثف مع بعض الفترة اللي جاية على المواضيع اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده. طبعا احنا كنا ابتدينا كده زي كده سلسلة بنتكلم على الجونيور كونسلتنت وأول 3 شهور من شغله، وازاي يقدر يتعامل مع الكارير او تغيير الكارير الجديد بتاعه. ففي نقطه مهمه قوي يعني احب ان انا اشير اليها، ان من ضمن الادوار اللي مهمه قوي الجونيور كونسلتنت انه يعني ياخد باله منها في الاول، مش بس ناحيه تكنيكال، يعني في ناحيه تكنيكال، في ناحيه بيزنس، في ناحيه سوفت سكيلز، لازم الثلاثه يشتغل عليهم، واتكلمنا في الكلام ده قبل كده. النقطة التانية، لما تيجي تنزل عند عميل أي بروجكت هتبتدي تنزل فيه بصورة حتى شادو أو مع حد، ما ينفعش تبقى أنت عامل زي السكرتير، يعني لازم تبقى أنت ليك دور حقيقي. الدور الحقيقي مش إن أنت تتكلم، يعني ما تسعاش قوي إن أنت لازم أقول وأظهر وأتكلم، الموضوع مش كده، الظهور بالشغل. فأنت محتاج تذاكر الكاستمر، تذاكر الكاستمر، مش محتاج حد يقول لك الكلام ده بقى. يعني ايه اصل التيم ليدر ما قاليش، اصل ما حدش نبهني، لا يعني تجيب الويب سايت بتاع الكاستمر تذاكره، تفهم الراجل ده بيبيع ايه وبيعمل ايه، بغض النظر عن اي موديول، ايه الليفل بتاعه، هل هو الانفايرمنت بتاعته ماشيه ازاي، البروسيس بتاعته، هل هو كان عنده سيستم قبل كده ولا لا، هل هو كان عنده فيلير امبلمنتيشن ولا لا، ايه التشالنجز اللي عنده. دي مهمه قوي، لان دي هتفرق معاك في تحديد طبيعه الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها وطريقه توصيلها. انا لو لقيت حد عنده فيلير امبلمنتيشن لازم بعرف ان طبيعه الناس اللي هقابلها هتبقى شويه فيها مور اجريسيف او فيها تحفظ شويه، لان عندهم تجربه سيئه محتاج ان انا اراعيها في التعامل مع الناس. محتاج ان انا اذاكر العميل برضو كماستر داتا، كبروسيس موجوده اوريدي. لازم ان انا قبل ما انا ابتدي اقدم سولوشنز موجودة او ان انا ابتدي افكر في سولوشنز موجودة، لازم اشوف هو عنده ايه. عنده ايه دي مش لازم ان انا يعني اعمل كلاسيك اناليسز بالشكل القديم، ولكن لازم اذاكر اللي كل البروسس اللي عنده وكل الاشكال الماستر داتا اللي عنده، عشان بغض النظر يعني على انهي موديول، يعني عشان اقدر ان انا ابتدي افكر في سولوشنز تقدر تعمل. ولما افكر في سولوشنز مش ان انا افكر ان انا اعمل الشغلانه او ان انا اعرض السيناريو او لا، هو المشكله مش كده. لازم تحط نفسك مكان العميل. الراجل ده اشترى يعني دفع فلوس كتير جدا عشان يجيب ابلكيشن غالي، فلازم انا قبل ما انا اعرض البروسيس لازم افكر ايه الفاليو اللي هو هياخدها، ايه الفاليو اللي انا لما اطبق البروسيس دي الراجل ده هيستفيد منها. لان دي بتبقى اول حاجه علمي وانتفع به، انت بتفيد الراجل يعني فيها نوايا كويسه، في نفس الوقت انت كبروفيشنال وايز بتبتدي تعرض بمنظور مختلف، لان انت بتتكلم كلام فعلا في فاليو، مش عايز تخلص الشغلانه وخلاص، او ان انت عايز تعرض وخلاص، او وده كويس وبيحصل في بعض الاوقات، بس لازم يكون همك في دماغك الفاليو اللي انت هتضيفها اثناء تطبيق بروسيس اللي انت هتعرضها في السيشن او الكلام ده كله. طبعا انت مش لازم تكون في الاول بتعرض انت او كده، بس على الاقل وانت قاعد تبقى بتركز في الموضوع ده. النقطه كمان اللي لازم تاخد بالك منها، لازم تكتب، يعني يستحسن انت اللي تكتب المينتس اوف ميتنج بتاعه الميتنجز اللي انت بتحضرها، عشان تبقى مركز كويس جدا وتحولها لاكشنز حتى لو ما حدش طلب منك، وتعرضها على التيم ليدر بعد ما يخلص وتاخد رايه، تبقى عندك انيشيتيفز، ما تبقاش قاعد مستني حد يحركك ويشغلك ويقول لك اتعلم ودوس، لا محتاج ان انت تبقى عندك مجموعه انيشيتيفز عشان يبتدي الناس تعتمد عليك وتبتدي تتحسن. هتكتبها مره بطريقه غلط او هتكتبها مره مش واضحه، بعد كده تتحسن، بعد كده تحسن، تلاقي نفسك بعد كده قادر تكتب مينتس اوف ميتنج وتاخد اكشنز عليها بصوره مظبوطه. وكمان انت نفسك تفكر في حلول وتبتدي تعرض على التيم ليدر اللي معاك او السينيور اللي معاك، تقول له انا فكرت في كذا، هل ده كذا، وتتابع اللي حصل في الميتنج، تبتدي تسال هو الميتنج ده ليه الراجل ده قال كده وليه اعترض على الحته دي، طب نتعامل مع الموضوع ازاي. يعني مهم قوي تبقى انت مركز كويس جدا في الكلام ده، لان الكلام ده هيحصل تراكمي، يعني مع الوقت هيبتدي يكون خبرتك الحقيقيه. مش مساله ان انا اخلص السيستم واعرف الكونفيجريشن، والموضوع مش كده، ده جزء مهم طبعا وكبير جدا وبيديك قوه في اللي انت يعني ككونسلتنت، انما لازم تبقى انت
كشغل نفسه عارف اصول الشغل وعارف طبيعه الشغل، ولازم قبل ما تنزل كمان تبقى عارف هتعمل ايه، يعني اهداف الميتنج ايه، الناس اللي هتحضر دي مين، مين اللي هيحضروا، المانجمنت ليفل ولا ده بري سيلز ولا ده برزنتيشن تريننج ولا ده برزنتيشن هتتقال للتوب مانجمنت، يعني ايه بالظبط الموضوع ده، وتشغل بالك بايه اللي انت هيتقدم جوه، وتبتدي تقترح بعض الاقتراحات طبعا مش اثناء الاجتماع لان انت لسه في الاول بتتعلم والكلام ده كله. فدي من ضمن الحاجات اللي انا حبيت ان انا اشاركها معاكم من اهم النقط اللي في الاول لازم تعرض لها. وشكرا يا جماعه.